أهلا مشاهدينا، أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم مع صحيفة السوداني الدولية. الشرطة تهاجم مقر جريدة السوداني الدولية وتطلق البومبان. الكونغرس يناقش مشروع العقوبات الفردية على السودان. وكيل النفط: الجهود مبذولة لاستقرار الإمداد الكهربائي. خروج مواكب ومظاهرات بشوارع الخرطوم. الجيش السوداني رد على قصف من داخل أثيوبيا فجر الثلاثاء. بريطانيا: إيران تستخدم حزب الله لتأجيج الاضطرابات. أيضا في داخل الصحيفة: رفع سقف التمويل الأصغر للقطاعات الإنتاجية. وصدمة كبيرة لعشاق فنجان القهوة، رطل البنية تخطى كل التوقعات ويسجل أعلى سعر. صحيفة التيار: تظاهرات في محيط القصر والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع. تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات إثيوبية في الفشقة. تعهد إماراتي بتأهيل مطارات دارفور وتعبيد طريق الفاشر. أنباء عن تأسيس حاضنة سياسية جديدة لحمدوك. وأيضا مشاهدينا، ندرة بأجهزة قياس السمع للأطفال ذوي الإعاقات بالمستشفيات. البنك الزراعي يستهدف تمويل 800 ألف فدان للعروة الشتوية في الولايات كافة. والآلية المشتركة تقوم بضبط أدوية منتهية بالجزيرة. صحيفة الصيحة: الطاقة مساعي لإيجاد حلول عاجلة لقطوعات الكهرباء. مجلس الأدوية: تخليص أكثر من 150 شحنة أدوية عبر مطار الخرطوم. إطلاق سراح إبراهيم الشيخ. ننتقل إلى داخل صحيفة الصيحة: في ربوع الوطن الموسم الزراعي بين النجاح والفشل. وارتفاع أسعار البن يفاجئ أصحاب الكيف. في الصيحة أيضا مشاهدينا، بالمنطق صلاح الدين عوضة: شكرا حمدوك. والمسكوت عنه في السياسة السودانية: عمود النصيحة لعبد الله مسار. صحيفة الجريدة: آلاف يتظاهرون في محيط القصر وبتر يد ثائر واقتحام القوات لمستشفى الفيصل. 30 نوفمبر: تتسبب في شلل بوسط الخرطوم ومحال تجارية تدعم الثوار بالمياه. نيابة المستهلك تحذر من تدفق سلع غذائية منتهية الصلاحية. ومدير الثمرات يطحد مزاعم حول تجاوزات إدارية في تعيينه. صرف مرتبات نوفمبر للموظفين والعاملين بولاية الخرطوم. صحيفة السوداني: في أخبار السوداني لهذا الصباح، وكيل الخارجية يشارك في المنتدى الصيني الأفريقي. وسيناتور يؤكد عزمه طرح مشروع عقوبات فردية بالسودان على الكونغرس.
30 نوفمبر السوداني تحت الضوء، الديسمبريون يرفضون التراجع. في عالم السوداني، الرئيس الأمريكي يؤكد أن متحور أوميكرون لن يدفع بلاده لإجراءات جديدة. وبلينكين يحذر أي عدوان روسي على أوكرانيا سيؤدي إلى رد خطر. صحيفة الانتباه، توقف حركة البواخر لميناء بورت سودان، مشروع العقوبات الفردية للسودان يقترب من التداول بالكونغرس. في داخل الصحيفة، إطلاق سراح إبراهيم الشيخ ووجدي وإيهاب الطيب. وأيضا من أكثر العناوين الموجودة في كل الصحف، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين بالقرب من القصر. في داخل صحيفة الانتباه، ضبط مصنعين لإنتاج المعقمات والمطهرات الفاسدة. والأمنية تكشف تفاصيل ضبط شبكة تقوم بتزوير البطاقات العسكرية. صحيفة أخبار اليوم، مشاركة معتقلين فور إطلاق سراحهم في مواكب 30 نوفمبر وتعهدات جديدة لحمدوك. باللاءات الثلاثة، مواكب تتجه إلى القصر والشرطة تفضها بالبومبان والقنابل الصوتية. التربية، مشروع لمنح شهادة الزمالة المهنية في التربية للمعلمين. حمدوك حريصون على خلق مناخ لا يسمح باحتقال أحد. والجامعة العربية تنظم الاجتماع الإقليمي حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث. صحيفة الوطن، الإمارات تتعهد بتأهيل مطارات دارفور. مدير عام التعليم يحدد صلاحيات ومهام التعليم الخاص. التخطيط الاستراتيجي ينظم ورشة تنويرية. نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم. وفي اقتصاد الوطن، المواصفات تؤكد على تقديم خدمات الرقابة على تجارة الحدود. أخيرا مع صحيفة الوفاق، الجيش يفكك مستوطنة إثيوبية في الفشقة الحدودية. الشرطة تمنع متظاهرين من الوصول لمحيط القصر الرئاسي. على خلفية الإجراءات التصحيحية، العدل والمساواة السودانية، دعوات للعبور بالانتقالية بأمان، تقرير أحمد حسين. وصحة الخرطوم تحدد مراكز تطعيم لقاح كورونا بالمحليات.